نشكر الجميع زملاء اللي قدموا مباراة لا بأس بها. كانت مباراة قوية بين فريقين شريفين. كما قلت أنت بالك الذي غير اللقاء هي هذيك لقطة تاع الفار والذي جرت بطاقة الحمراء. نشكر الجمهور الذي أتى هذا الرجاء الذي قدم مباراة لا بأس بها. نعم، كيفاش تشوفوا مباراة العودة في ظل هذه النتيجة يعني؟ لا نظن باللي مباراة ما زالت مفتوحة وإن انهزمنا فوق أرضية ميداننا بعشرة لاعبين. نحن الآن ليس لدينا أمر آخر للذهاب إلى رجاء واللعب بما أخذنا إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا سامي. يحضر معي أيضا أيوب.